السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني متابعين قناة رانيا زيادة، معاكم رانيا من مطبخي. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعضينا الشيش طاووق، تمام؟ سهل وبسيط جدا جدا جدا، وان شاء الله مش هياخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. طبعا انا اللي مقطع الفراخ هنا في البيت، تمام؟ اهي دي طبعا الاوراق، انا طبعا خليتها وقطعتها وغسلتها بمية وملح وليمون وزنجبيل مطحون، تمام؟ هنشوف مع بعضينا اول حاجة ان شاء الله في التتبيلة بتاعتنا الجميلة اللي هنحط فيها الشيش طاووق، وان شاء الله بسيطة جدا جدا وجميلة وكل مكوناتها عندنا في البيت. نشوف مع بعضينا المكونات. هنبدأ مع بعضينا اول حاجة عندنا زبادي هنحطه هنا اهو، دي علبة زبادي كاملة، تمام؟ هنحط معاها زنجبيل فريش او الزنجبيل اللي هو الاخضر، مفيش منه نحط عادي الزنجبيل البودر. عندي بقى هنا ليمون هنعصره كده اهو، وطبعا هنشوف مع بعضينا البهارات اللي هنحطها. البهارات طبعا دي على حسب الذوق بتاعكم انتم، انا عندي هنا فلفل اسود، عندي هنا بهارات انا عاملاها مشكلة، عندي هنا السبع بهارات: كاري، كركم، فلفل احمر، بابريكا، توم باودر، شوية كمون، بسيطة جدا جدا، تمام؟ هنحط المكونات دي كلها. طبعا اللي حابب يشيل حاجة من التوابل يشيل، اللي حابب يحط اضافات يحط، دي حاجة ترجع لكم انتم يا جماعة زي ما احنا اتفقنا، تمام؟ هنقلب شوية كده البهارات، بعد كده هنحط شوية صوص الباربيكيو اهو، مش هنحط اكتر من كده، بما يعادل معلقة كبيرة. هنحط كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص اهو، على فكرة الحاجات دي هتنكه جدا الشيش طاووق عندنا، هيبقى حلو قوي. هنحط كمان مستردة اهي، معلقة كبيرة برضو. هنحط شوية خل، يعني حبة صغيرين، معلقة كبيرة تماما يعني، وليكن يعني معلقة كبيرة، تمام؟ خلاص كده فاضل عندي الملح، هنحط الملح، تمام؟ ونقلب بقى اهو. التتبيلة دي يتحط فيها الفراخ من ساعتين لاربع ساعات لليلة كاملة، يعني كل ما اتحطت في التتبيلة اكيد طبعا كل ما بقت اجمل واحلى. بس طبعا انا مش ما عملتهاش بصراحة من بالليل، انا عاملاها دلوقتي، هسيبها بس ساعتين لحد لما ابدأ اعمل الغدا ان شاء الله وهعملها. خلاص كده انا عندي كده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة وتمام، وبقت حلوة قوي وما عادش فيها اي حاجة هنحطها، تمام؟ اهو طبعا اللي ماسك ده الزنجبيل الفريش، اللي ماسك في الوسط كده الزنجبيل، تمام؟ اهو هبدأ بقى، هحط بس هنا شوية زيت صغيرين اهو كده، شايفين الزيت اللي انا حطيته قد ايه؟ حبة صغيرة قوي، تمام؟ هقلب تاني كده بالوسك اهو، وهجيب بقى الفراخ واحطها هنا في الخليط الجميل التحفه الفظيع ده. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، ريحته جميله جدا بصراحه. اهو هنشيل بس اللي ماسك في الوسك ده اللي هو الزنجبيل، تمام كده، تمام. هنجيب بقى الفراخ بعد ما غسلناها اهو، زي ما قلت لكم الفراخ انا عجباني التقطيعه بتاعتها كده، مش هقطعها اكتر من كده. طبعا انا عامله اوراق، لان في عندي حد بيحب الاوراق وحد بيحب الصدور، وعندي صدور، تمام؟ هنزلها كلها هنا كده اهي في قلب التتبيله الفظيعه دي، وهسيبها ساعتين زي ما قلت لكم، بس هقلبها الاول. اهو هقلبها حلوة قوي،
وعلى فكرة ممكن برضو كمان نشتغل فيها على طول، بس انا بقول ان احنا لو كل ما نسيبها في قلب التتبيلة كل ما بقت اجمل واحلى، وشربت من التتبيلة احلى، وكمان استوت على طول، لان طبعا الصويا صوص والليمون والحاجات اللي احنا حاطينها، الخل والمسترد، ده كل الحاجات دي طبعا بتزود في التسوية بتاعتها، فبتخلي الفراخ عندي مستوية جدا، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. ان شاء الله هعمل معاكم حلقة مرة كده نعمل مع بعضينا باربيكيو كلها، ان شاء الله تبقى تحفة. تمام، اهو انا كده هسيبها وهنبدأ بقى نشوف الحاجة اللي انا هحطها فيها، نستعرضها مع بعضينا كده عشان اللي بيعمل معايا دلوقتي الاكله دي يقوم ويجهز الخضار اللي هنحطه. تمام، هحطها في الثلاجه ساعتين، وبعد ما اخلصها ان شاء الله هشيشها معاكم. عندي هنا حبايبي طبعا الاعواد بتاعه الشيش طاووق، انا جبتها ونقعتها في الميه، هسيبها الساعتين اللي انا حاطه فيهم الفراخ في التلاجة لحد لما التتبيلة تشرب منهم. تمام، جبتهم وحطيت مية من الحنفية عادي، وحطيت فيها الاسياخ علشان ما تتحرقش مني واحنا بنشيش الشيش طاووق. هنركنها هنا كده على جنب ونشوف الخضار اللي معنا. فلفل طبعا، الفلفل حابين تحطوا فلفل الوان مفيش مشكلة، انا للأسف الفلفل الالوان عندي خلص فما فيش مشكلة، انا حطيت فلفل اخضر قطعته بالطريقة دي كده مربعات اهي. تمام، عندي بصل هفككه كده من بعضه اهو، مقطعاه برضو كده اهو مربعات. تمام، بنفكك كل بصلايه من التانية كده علشان لما نحطها ما تبقاش كبيره. تمام، عندي كمان الطماطم، طماطم عاديه اهي، انا جبتها وشلت القلب بتاعها وهحطها كده في قلب الاسياخ. طبعا ممكن نستغنى عن الطماطم بالفلفل الالوان، ممكن نحط فلفل الوان مع الفلفل الاخضر، بس البصل ما نشيلهوش. لو في مشروم فريش طبعا تحفه، لو في طماطم شيري اوكي حلوه قوي، بس انا بصراحه كل الحاجات دي خلصانه من عندي، فما كنتش مرتبه ان انا هعمل شيش طاووق. تمام، فهي دي كل الخضار اللي معانا اللي احنا هنحطه في قلب الشيش طاووق. عندي بقى هنا دي الصينيه بتاعه الشوي دي صينية الشوي، انا جايباها طبعا من عند ايكيا، بس جايباها من زمان، عندي من زمان جدا، بعمل فيها المندي، بعمل فيها الفراخ المشوية، بعمل فيها الكبسة، بعمل فيها اي حاجة. على فكرة عملت فيها قبل كده تورتة عيد الجواز بتاعتي، وكنت عاملة فيها برضو تورتة عيد الميلاد بتاعت ابني الكبير. فعايزة اقول لكم الصينية دي تحفة جدا 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 جدا، بتعمل فيها حاجات كتير، بنعمل فيها حلويات اللي هي الكيكات لو احنا حابين الكيكة بالمقاس دي، بنعمل فيها المشويات، الباربيكيو، بصوا بنعمل فيها حاجات كتيرة جدا جدا. دي متخصصة للشوي، انا جبتها النهاردة هعمل عليها الشيش طاووق، لاني هحطه كده بالاسياخ بتاعته، وحطيت فيها كمان من تحت ورقة زبدة علشان كل اللي هينزل من الشيش طاووق ينزل عليها بدل ما ينزل في الارضية بتاعتها، ونقعد بقى ندعك ونعمل. هي سل ستيل وما شاء الله تقيلة، وعندها الايدين بتاعتها دي تحفة، يعني انا ما شاء الله عملت فيها وجبات كتيرة جدا جدا جدا، وعملت فيها اكلات وحلويات حلوة قوي، ونفعتني بصراحة في حاجات كتير. تمام، هروح بقى دلوقتي لحد ما الفراخ ان شاء الله تتبل، ونرجع ان شاء الله مع بعضينا نشيشهم مع بعض ونشوف شكل التشيش بتاعهم ايه. رجعنا حبايبي مع بعضينا بعد ما تم الساعتين، بصوا بقى هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب واحدة فلفل اهو، وهندخلها كده، مش هنوصلها للاخر خالص. تمام اهو كده، تمام، هحط وراها فراخ، بصوا اهو، عايزه اقول لكم انا مقطعه الفراخ ما شاء الله القطع بتاعتها حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم اهي. تمام، هنحط قطعه كمان، انا كده حطيت فراخ اهو، هنحط قطعه كمان اهي، هنحط وراها قطعه من الطماطم،
معاها قطعة من البصل، تمام. هنحط معاها قطعتين فراخ اهو، تمام كده. هنحط قطعة فلفل، هنحط قطعة بصل، طبعا رص العود بتاع الشوي ده اللي هو الشيش طاووق ده بمزاجنا احنا بقى، يعني على حسب ذوقنا احنا، تمام. هنحط طماطم ورا البصل، هنحط فراخ. انا عايزه اقول لكم بنوتي الصغنونه واقفه معايا بس عماله تقول لي يا مامي الريحه حلوه قوي، شايفين شكل السيخ عامل ازاي. هنكمل اهو، هنحط هنا فلفل، بصل، تمام كده. نحط طماطم، هنحط فراخ. انا بحب في الشيش طاووق تكون قطع الفراخ معايا اكتر، لان انا ولادي عايزه اقول لكم ان هم هيرموا الخضار ده للاسف، يعني مش هياكلوه، فانا هاكله انا وبابا، يعني انا وباباهم هناكل الخضار ده. هنحط هنا كمان قطعه من البصل، قطعه من الفلفل، وكده عندي الشيش طاووق ما شاء الله خلص اهو السيخ، وما شاء الله ما انا حاطه فيه قطع اللحمه كويسه ومليانه، تمام. هنحطها بقى كده، عايزه بس اوريكم وانا بحطها على الصينيه اهي، هحطها كده تمام اهي، هرصها بقى كلها كده على الصينيه، وبعد كده ادخلها الفرن. طبعا انا مولعه الفرن الشوايه بس من فوق علشان ياخد وش، وبعد كده اقلب السيخ تاني، تمام. هخلص بقى انا كمية الفراخ اللي عندي كلها، وقبل ما ادخلها الفرن ان شاء الله هوريها لكم يا حبايبي. احنا شايفين حبايبي اهو الشيش طاووق عندي موجود اهو، خلصته الحمد لله. طبعا انا ما عملتش كل الكمية، هخلص دي الاول وبعد كده هحط بقية الكمية التانية دور تاني، تمام. هحط دي بقى في الفرن، انا ولعت الجريل من فوق او الشواية، هحط دي كده، واذا لقيناها نشفت بعد هنحطها 10 دقايق، تمام. تاخد هنا لون جراتا، وبعد كده هنقلب السيخ نخليها تاخد اللون للوش التاني، تمام. لقيناها نشفت شوية مفيش مشكلة، بالتتبيلة اللي نزلت تحت في قلب القاع بتاع الصينية هنقوم دهنها بالفرشة، تمام. اللي انا هعمله بس دلوقتي ان انا هحط شوية زيت اهو، معايا زيت طعام عادي هحطه هنا كده عليها على الوش، وادخل بيها على الفرن على طول ان شاء الله 10 دقايق بالظبط على الوش ده، وبعد كده انقلها اقلبها يعني على الوش التاني، تمام اهو. هدخلها بقى الفرن دلوقتي، تمام. وبعد ما تطلع خالص هقدمها لكم مع رز بسمتي اصفر، تمام يا حبايبي. وبكده حبايبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. الشيش طاووق عايزه اقول لكم الريحه عندي فظيعه جدا جدا من جمالها بصراحه، الاولاد عمالين يقولوا لي يلا ماما بصراحه احنا جعانين. عايزاكم بقى ان شاء الله تجربوا التتبيلة وان شاء الله تعجبكم باذن الله. والفراخ طلعة تحفة جدا جدا وما شاء الله مستوية جدا وما اخدتش معايا وقت، وعايزاكم بقى تجربوها ان شاء الله. عملت هنا معاها رز بسمتي، انا عملته لونه اصفر علشان يمشي مع الاكل، ما كنتش ينفع اعمله ابيض اللي هو الرز العربي علشان ما كانش هيبقى ماشي معاها، عشان انا طبعا عاملة هنا كاري في قلب الفراخ وحاطة كمان كركم، فعشان الاكلة تبقى مظبوطة سوا مع بعضها وتبقى شكل بعض، تمام. يبقى احنا عملنا هنا الرز بسمتي، طبعا حطيت عليه مكسرات بقى الزبيب واللي احنا عايزين نحطه كله، وعملت الشيش طاووق. اتمنى ان شاء الله ان انتم تجربوها وتنور رضاكم واعجابكم، وان شاء الله هنتقابل مع بعضينا في وصفات جايه كتير احلى واحلى واحلى، وان شاء الله اللي جايه احلى باذن الله. كنت معاكم من مطبخي من قناتي رانيا زياده، ان شاء الله نتقابل مع بعض. اللي ما حطش اللايك والشير والسبسكرايب يا ريت تشتركوا في القناه عشان نكبر بيكم وليكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. اتمنى ان شاء الله ان انا اقابلكم في وصفة جديدة من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.